وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم يسأل عن رسالة وصلته في أيام العيد، يقول مرسلها: لقد جاء عن السلف أنهم كانوا يشترون الجواري ليلة العيد ليقضي معها ليلته، يكافئ نفسه بها على ما قدم في رمضان ثم يعتقها. نقول: هذا الكلام بحثنا عنه في دواوين أهل العلم فلم نجد له سندا متصلا عن أحد من السلف يمكن الاعتماد عليه. ونقول: هذا خلاف أيضا ما عرف عن السلف من أنهم يحتقرون أعمالهم في جنب الله تبارك وتعالى، ولا يراؤون بها ولا ينظرون لها مكافأة، بل إن أحدهم يبكي إذا ودع رمضان، ويبكي يتمنى أن يعلم له عملا واحدا متقبلا، كما جاء عن ابن عمر بسند صحيح كان يبكي ويقول: إنما يتقوى الله من المتقين. وأيضا ابن الجوزي في التبصر يقول: ليس العيد ثوبا يجر الخيلاء، ولا تناول مطعم بكف شره لا يؤمن شرهم، إنما العيد لباس توبة لعاص تائب يسر بقدوم قلب غائب. وابن رجب في لطائف المعارف يقول: مر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله. ليس العيد لمن لبس الجين، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرق الخلق، فمنهم من اعتقه ومنهم من غفر له. في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد، فمن ناله من أشياء فله عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. وأيضا في لطائف المعارف كان بعض العارفين ينهى على نفس ليلة العيد بهذه الأبيات: بحرمة غربتي كم ذا الصدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد عم النواحي، وحزن في ازدياد لا يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سوء يعني أخلاق سوء فعذري في الهوى أني أو فعذري في الهوى ألا أعود. وأنشد الشبلي قال: ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الأمير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الحب كريما مقربا في أمانه، لدى الحب كريما مقربا في أمانه. وأنشد أيضا: إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبك جري الماء في العود. وأيضا في لطائف المعارف قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو عيد. وفي الورع لابن أبي الدنيا قال: وكي خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض البصر، إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا أو غض البصر. وقال محمد بن عبد الله: خرج حسان بن أبي سنان العيد فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. قال: ما تلقتني امرأة حتى رجعت. الحمد لله، يعني بحث عن الطريق اللي يبعد عن الفتن. وقال أبو حكيم: خرج حسن بن أبي سنان يوما للعيد فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنات قد نظرت إليها اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك. هكذا كان أيها الكرام الفضلاء هو أحوال السلف في أيام العيد. أما ما يحكى عن هذا إنما هو لا يكون أكثر من أشياء يكتبها المغردين في تويتر، وكأن العيد ما هو إلا عبارة عن مثل هذه الأشياء، يعني نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان هذا لا شيء فيه ولا مانع أن الإنسان يفرح ويشتري الجواري طالما أنه بالحلال وبالمباح، لكن نقول دائما: من روى عليه أن يسند، من روى عليه أن يسند. ولم نجد هذا بسند صحيح لأحد من السلف تكون عليه المؤنة وتكون عليه الكنفة، لا يكون أكثر هذا من أنه أشياء يكتبها من يغرد في التويتر أو من يرسل عبر الفيسبوك، وما عنده فضل علم فليجد به، نكن له من الشاكرين. صلى الله عليه وسلم.